اليوم رئيس نبيه بري عم ياخذ صلاحيات رئيس الجمهورية مثلا، بركي هو صار رئيس جمهورية بالنيابة، ذكرى عاشوراء عم تستعمل لحتى لإرسال رسائل سياسية للفرقاء الآخرين. ظهرة التسلح بهيدا النهار رح يخلق للطوائف الأخرى ضرورة انه يتسلحوا خوفة من استعمال هيدا السلاح يوما ما عليهم. الفيدرالية رح تأمن تعطي الضمانة لهالسلاح يبطل موجود. المنسقة العامة للمؤتمر الدائم للفيدرالية المهندسة رشا عيتاني، أهلا وسهلا فيك معنا بليبانون أون. بدنا نتحدث بمواضيع عديدة، ولكن أولا بدي أسألك عن الاشتباكات يلي عم تصير اليوم بمخيم عين الحلوة. كيف بتشوفي هيدي الاشتباكات؟ بطبيعة الحال الاشتباكات يلي صارت بعين الحلوة هي يعني هي أعمال شاذة، وبالتالي نحن منطالب دائما انه يكون في سلاح واحد هو بايد الجيش اللبناني، ولازم يتسلم السلاح وينضبط على القليله هيدا السلاح. ممكن هيدي الاشتباكات يلي عم تصير تطلع برات المخيم، ما بتهدد يمكن السلم بالبلد كله كمان؟ ما معقول تمتد؟ هلا هي بما انه بلشت جوا، فالفكره انه عم تبقى داخل المخيمات، لان بحال ظهرت لبرا رح يكون في اكيد معامله ثانيه، ونحن بلبنان ما بنحب نشوف هاي المظاهر. يعني اليوم على طول بنشوفكم عم تصوبوا على سلاح الحزب وبتطالبوا انه يسلم سلاحه، ولكن ما بترفعوا كتير الصوت حول السلاح الموجود بالمخيمات الفلسطينية والمناطق الاخرى؟ بصراحة نحن اللي منطالب بانه كل الاسلحة يلي خارج اطار الدولة انه تتسلم، واحد كمان الامور الاساسية نحن اطلقنا كمبادرة فردية من جمعية بترأسها هي جمعية ريزيلينت بيروت، اشتغلنا نصينا مشروع قانون لجعل بيروت خالية من السلاح، وهذا القانون خصصنا فيه كل أنواع السلاح، ومين ما كان معه سلاح إن كان فردي أو جماعات أو إنه يسلم ويحاسب حامليه. فنحن عم نطالب بهيدا الموضوع من جوانبه العديدة. فإذا كيف شفت الانتشار المسلح أو المواكبة الأمنية اللي كانوا عم ينأمنوها عناصر حزب الله بمسيرة عاشوراء من كم يوم بالضاحية الجنوبية؟ للأسف هيدي الظاهرة عم نشوفها كل سنة بذكرى عاشوراء، وهي ذكرى دينية تحترم جداً، وما لازم يكون في إلى بعد سياسي، ولكن عم تستعمل لحتى لإرسال رسائل سياسية للفرقاء الآخرين، يعني من قبل أكيد الثنائي الشيعي، وهذا الأمر غير مقبول، وللأسف ممكن يؤدي بمحل معين أنه الطوائف الثانية تتسلح بوجه هذه الظاهرة. نعم، يعني بتشوف انه ممكن الاحزاب الاخرى تحارب الحزب بالطريقه يلي ذاتها هو عم يستعملها، يعني يتسلحوا مقابله؟ يعني هيدي الظاهره، ظاهره التسلح بهيدا النهار، رح يخلق للطوائف الاخرى ضروره انه يتسلحوا خوفا من استعمال هيدا السلاح يوما ما عليهم، او بالداخل، يعني مثل ما للاسف استعمل سلاح حزب الله بسبعة أيار مثلا. نعم. كرمال ننتقل شوي للملفات السياسية بلبنان. أولا اليوم كان لافت كتير طرح النائب جبران باسيل أو خطابه يلي قال فيه إنه بدنا لا مركزية مقابل إنه رئيس الجمهورية. حضرتكم اليوم بتطالبوا باللا مركزية، هل بتتبنوا هيدي الفكرة يلي طرحها جبران باسيل؟ نحن تحديدا منطالب بالاتحادية، النظام الاتحادي. هلأ لا مركزية لطرحها الوزير باسيل، بدنا نشوف أي لمركزية بده، هل لمركزية إدارية، لمركزية موسعة؟ هو بده لمركزية الإدارية الموسعة وتشمل لمركزية المالية، يعني
صحيح، هي اللي نص عليها اتفاق الطائف. نعم. واللي هي تحت بند اللامركزية الإدارية. المشكلة أنه باللامركزية المطروحة دايماً بيبقى السلطة للمركز، وهيدا المشكلة الأساسية اللي نحن عايشينه اليوم، يلي هو كل المسائل متركزة بالمركز. لهالسبب نحن عم نطالب بالنظام الاتحادي ليكون في عنا حكومات محلية تنتخب من المناطق يعني المحلية، وعنا حكومة مركزية هي تعنى بالأمور الكبيرة للبلد، يعني مثل السياسة المالية، مثل الوحدة يعني للبلد، والسياسة الداخلية، السياسة الدفاع عفوا، والسياسة الخارجية. هلأ اللي عم ينطرح انه لا مركزية موسعة من الناحية الإدارية والمالية، هيدي ما حتغير وما حتنهي مشاكلنا نحن اليوم، لأن دايما إذا أي مجلس قضاء مثلا أقر مشاريع بالنهاية ما في ينفذها، لازم يرجع على المركز، ونحن هون المشكلة. وبالتالي هيدي المطالبة ما حتحل مشاكلنا، بالعكس رح نضل بالدوامة اللي عايشينها، دوامة المشاكل، ورح نرجع بعد سنوات وسنوات لورا. طيب اليوم الجميع عم يتطلع على الحل المنتظر أو التسوية الكبيرة يلي رح تجي كرمال تغير الوضع بلبنان، برأيك هل يجب أن نتجه نحو تغيير النظام بلبنان كرمال نوصل لحل فعلي؟ يعني من 100 سنة لليوم جربنا كل شيء، وبالتالي غير هيك أنه اليوم لما تطلع على الدول التعددية بالمنطقة وتلاحظ أنه الدول التعددية يلي هي راحت للنظام الاتحادي هي أكثر دول استقراراً وتطوراً وازدهاراً، وبالتالي بترجع بتطلع على لبنان، نحن دولة تعددية طوائفية. صحيح نحن في تعددية طوائفية، مش تعددية اثنية ولا تعددية ثقافية إلى آخره، إنه نحن طوائف. فله السبب عم نطالب بإعادة النظر بتوزيع النظام، يعني إعادة النظر بالنظام الحالي. نعم. طيب ليش فيدرالية مش تطبيق النظام أو تطبيق الطائف؟ لأنه اليوم الطائف لحديت هلأ بعد ما تطبق مثل ما لازم. ليش دغري رح تصوب الفيدرالية؟ ما قلتوا ليش ما منشوف طائف ليش ما تطبق؟ هو الطائف شو اللي ما تطبق وشو اللي تطبق منه للطائف؟ الطائف يلي تطبق منه الأمور الأساسية لنوضع عشانه، ويلي هو قدم عمل هدنة بالحرب اللبنانية. يعني نحن ما منقول انه خلصت هالحروب بلبنان، لان رجعنا شفنا من 7 أيار لأحداث طيوني لغيرها. وبالتالي اتفاق الطائف وضع في بنود تنفذت وفي بنود ما تنفذت، اللي ما تنفذ ومنه قابل للتنفيذ، واصلا في تناقض اتفاق الطائف. يعني اذا بنرجع للدستور بتلاقي انه بيقروا المناصفه بمجلس النيابه، المناصفه بمجلس الوزراء، وبنفس الوقت بيقول لك انه الغاء الطائفيه السياسيه. طب كيف ما انت يا اتفاق الطائف حطيتوا هيدول الامور بهالمواد بالدستور، واخر شيء بتقولوا لنا انه الغاء الطائفيه السياسيه. وغير انه بموضوع مجلس الشيوخ كمان اللي عم بيطالبوا جزء من اللبنانيين عم بيطالبوا بتحقيقه. مجلس الشيوخ بال 1926 كمان كان في فتره كان في موجود يعني مجلس الشيوخ، وتعدل الدستور بال 1927 والغيت الماده مجلس الشيوخ، لا رجعنا بال 1990 رجعنا ضفناه. وبالتالي طب تجرب مجلس الشيوخ، صار في يعني مصالح، تضارب مصالح بينه وبين مجلس النواب، هل بدنا نرجع كمان نعيد نفس الغلطه؟ يعني انه ما البنود يلي ما تطبقت باتفاق الطائف ما رح تتطبق لو حتى جربنا مليون سنه من اليوم لمدري امتى. ممكن تكون الفيدرالية هي الحل حالياً يعني اليوم لأزمة لبنان، أو أنه الخبرية بدها وقت أكثر؟
الفيدرالية هي الحل لبنان من أول ما وجد لبنان، يعني قصدي أنه تطبق أنه يتم تطبيق اليوم. النظام الاتحادي للبنان هو رح يوحد المقسم يلي موجود بلبنان، وخوف الطوائف الدائم حالياً هو سببه النظام المركزي وتوزيع الصلاحيات. يعني من ال 43 لما أخذنا استقلالنا كان صلاحيات أكتريتها بإيد الموارنة، بعد 90 بعد اتفاق الطائف توزعت الصلاحيات، من تاخدت من رئاسة الجمهورية توزعت بمجلس الوزراء، وكان رئيس الوزراء هو أكيد لأنه الرئيس عنده صلاحيات أكتر شيء. اليوم عم نشوف كمان الشيعية السياسية فترة حاولت أنه تعدل باتفاق الطائف وبالدستور ليروحوا على المثلثة، وبعدين يعني حاولوا أنه كمان ياخذوا صلاحيات لألهم، واليوم هن أكتر فئة عم بدها اتفاق الطائف. ليش؟ لأنه من خلال اتفاق الطائف قدروا يستولوا على كل لبنان وهن يحطوا سياساتهم الخاصة يعني، ولبنان تحت ايدهم. الفيدرالية قادرة تكون الحل لسلاح حزب الله؟ الفيدرالية رح تأمن تعطي الضمانة لهالسلاح يبطل موجود بهيدي الطريقة. يعني كيف؟ لأنه حيبطل الطوائف ما بقى بتخاف من بعضها. بنرجع منقول يعني اليوم سلاح في له هدف، في له يعني نتيجة، هو نتيجة النظام المركزي سلاح الحزب، وبالتالي لما تروحي على نظام تعددي يحافظ على هالتعددية ما بقى في لزوم لوجود سلاح حتى على حدود. لأنه نحن لما نطالب بالنظام الاتحادي عم نطالب نفس الوقت بالحياد، وبالتالي إذا ما بدك تتعدي، إذا ما بدك حدا يتعدى عليك ما بدك تتعدى على حدا. ولكن هي اليوم إسرائيل هي كمان عم تعمل تعديات على لبنان اليوم. يعني مفروض الجانب اللبناني أنه بس يقول نحن ما بنتعدى، ولكن إذا إسرائيل تعدد شو بنعمل؟ في عنا جيش هو اللي بيحمي، ليش يكون في سلاح غير الجيش اللبناني؟ لأنه لأن كل بلد الجيش هو يلي بيكون مسؤول على حماية الحدود وحماية المواطنين. ولكن كيف بده يقوم الجيش بهيدي المهمة إذا يعني معاش العسكري أصبح 20 دولار، ويعني حتى السلاح البندقية اللي بإيده العسكري اللبناني صارت قديمة، يمكن بالوقت اللي بنشوف فيه حزب الله عنده سلاح متطور وبيحكي هو. هذه مشكلة الدولة، هذه مشكلة السياسات يلي عم تاخدها الحكومات السابقة، يلي عم تاخدها عم ياخدها المجلس النيابي. هذا ما أنا مشكلة الجيش لحاله يعني، ومشكلة كمان السياسات يلي عم الخارجية يلي عم تتأثر. يعني نحن علاقاتنا مع الدول الخارج عم تتأثر من خلال وجود هذا السلاح الغير شرعي بلبنان. نعم. وكيف بتشوفي انه معقول الفيدرالية، يعني كنت عم تقولي لي هلأ انه رح تخفف من انه خوف الطوايف من بعضها، كيف رح تكون تلعب دور؟ لان النظام الاتحادي بيصير بيخلي الصراع بين الطوايف ينتقل لداخل الطوايف، وبيصير صراع انمائي، ببطل صراع انه مين الاقوى، بي اقوى من بيك يعني، فبصير صراع انمائي، مين عم بيطور بمناطقه اكثر، مين اللي عنده مشروع يقدر ينمي الاقتصاد بمنطقته اكثر من يعني الفريق الثاني. فبداخل الطائفه بصير في صراع انمائي، وببطل الصراع بين الطوائف ومين الصلاحيات، بدنا ناخذ صلاحيات مين هالمره، واي طائفه حتكون هي بتلحق الطوائف الثانيه. انه اليوم الصلاحيات متداخلة ببعضها، يعني كيف اليوم رئيس بري بيدعي لجلسة حكومة بدل ما رئيس الحكومة هو اللي يدعي لجلسة حكومة. يعني اليوم رئيس نبيه بري عم ياخذ صلاحيات رئيس الجمهورية مثلا، بركة هو صار رئيس جمهورية بالنيابة، لان هيدا يمكن صار الدرجة عنا دايما الرئيس بيروح بيجي النائب،
فمنستغرب أنه سماحة المفتي ما كمان علق على الموضوع، وما يسمى بالقيادات السنية ما كان عندهم تعليق على هيدي الظاهرة يعني. فمع أنه وقت كان رئيس ميشيل عون يدعي لجلسات حكومة كان السنة يعلوا الصوت يعني ويكونوا شرسين بأنه يعارضوا. فالغريب أنه كيف هلأ ما عم بيعارضوا هيدي الصلاحيات المتضاربة. اليوم في كتير جهات وأفرقاء بالبلد ضد الفيدرالية، وهيدا الشيء واضح منشوفه من قبل الثنائي الشيعي ومنشوفه من قبل أحزاب كتيرة. كيف بتكون تحولوا هيدا المطلب، يعني المطلب الفيدرالية، إلى مطلب لكل اللبنانيين بوقت في طوائف رافضته مثل الطائفة الشيعية مثلا؟ اليوم اللي عم بيطالب بالفيدرالية هن المسلمين أكتر من المسيحية بلبنان، وبالمؤتمر الدائم للفيدرالية في عنا أكترية مسلمة عم بتطالب كمان بالنظام الاتحادي، منهم سنة ودروز وشيعة كمان، فكل الطوائف عم بتطالب بهيدا النظام. ما بقى هيدا النظام المطالبة فيه حكر على طائفة مقابل طائفة تانية، لأنه كل الطوائف وعيت على القليلة الجزء منه أنه نحن لنقدر نحافظ على لبنان ولنقدر نخلي لبنان متحد وليس مقسم، وحماية أنه ما يتقسم لازم نروح على نظام الاتحادي. سؤال أخير وبشكل عام، كيف بتشوف الأوضاع متجهة بلبنان؟ للأسف عم نروح يعني من فراغ لفراغ بلبنان، و يعني كمان المسألة الاقتصادية منا كتير يعني عم ينعطاها أولوية، وإذا بدنا نضل هيك رايحين أكيد على خراب أكتر بعد.